الحمد لله الحمد لله حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومعظمنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الراشدين والتابعين ومن تبعهم بإحسان وإخلاص إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن أول صفة حميدة وصف الله بها عباده الصالحين كانت صفة التواضع، كانت صفة التواضع. قال عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والله جل وعلا حذرنا من الكبر والغطرسة والاعتزاز بالنفس والاعتزاز بالذات، فقال عز من قائل: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وقال جل شأنه: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. My dear brothers and sisters, the first praiseworthy trait that Allah subhanahu wa ta'ala described His servants with was the trait of humility, where Allah subhanahu wa ta'ala said that the servants of the most compassionate walk on earth easily, and when the ignorant address them, they say peace. And Allah subhanahu wa ta'ala warned us of pridefulness and of arrogance and of self-delusion and self-admiration when he said, وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. Do not walk on earth cheerfully, for you cannot pierce the earth, nor you can match the mountains in height. And Allah subhanahu wa ta'ala said also, do not turn your cheek in scorn to people or toward people, and do not walk on earth cheerfully, for Allah subhanahu wa ta'ala does not love any boastful braggart. And when you walk humbly, slowly, not too slow, not too fast, but walk in respect, and lower your voice, for the harshest of voices is the voice of a donkey. عباد الله من ضمن ما وصف الله به عز وجل عباده المتواضعين قوله: لأنهم أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. And amongst what Allah subhanahu wa ta'ala has described His servants with was that they are humble towards the believers, honorable towards the unbelievers. ومدح رسول الله صلى الله عليه وسلم التواضع كما روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم praised humility when he said in the hadith that was narrated in Muslim on the authority of Abu Huraira that he said, charity has never decreased wealth, and Allah does not increase a servant who is pardoning others except in honor. And no one will humble himself to Allah and for the sake of Allah except that Allah elevates him in rank. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله أمر بالتواضع. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد خطبه قال: إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفقر أحد على أحد
ولا يبغي أحد على أحد. And Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam also said that Allah commands us to be humble so that no one boasts over another and no one oppresses another. وقالت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها خير عبادة المؤمنين التواضع. And our mother Aisha, may Allah be pleased with her, she said that the best of the worship of believers is the humility. وحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث الصحيح الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهما وهو في مسند الإمام أحمد رحمه الله بقوله من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه رضوان. رسول الله صلى الله عليه وسلم warned us of snobbiness, of arrogance, when he said, whosoever feels great in himself and من تعاظم في نفسه واختال في مشيته, and he walks pridefully and cheerfully in his gait, then he will meet Allah while Allah is angry with him. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه وابو داود والترمذي قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. And in the hadith that is authenticated and was narrated in Ibn Majah and Abu Dawood and in Tirmidhi, Rasulullah صلى الله عليه وسلم said that whosoever has the weight of a mustard seed of arrogance in his heart, he will not be admitted to paradise. وقال صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. And Rasulullah صلى الله عليه وسلم on the authority of Abu Hurairah said that it is not enough of evil for a Muslim to look down upon his brother and or sisters. وقال الإمام الغزالي رحمه الله إن أباك الماء المهين وإن جدك التراب. Imam Ghazali رحمه الله, may Allah's mercy be upon him, he said that your father is addressing the arrogant. He said your father is despised water and your grandfather is dust. وروي أن مطرف ابن عبد الله ابن الشخير رأى المهلب ابن أبي صفرة يتبختر في مشيته. A one person saw another person walking pridefully. فقال له ما هذه المشية التي يمدها الله. He said what is this kind of walking that you are walking that is reprehensible to Allah, that Allah سبحانه وتعالى hates. فأجابه and he answered him, he said أتعرفني. He said don't you recognize me. He said yes. قال نعم أولك نطفة مدرة وآخرك جيفة قدرة وأنت فيما بين ذلك تحمل العذرة. He said yes, the first of you was a despised drop of semen and the last of you is a filthy corpse and in between you carry poop, you carry stool. So why is the arrogance? ويقول الشاعر ولا تمشين فوق الأرض إلا تواضعا فكم تحتها قوم هم منك أرفعوا وإن كنت في عز وجاه ومنعة فكم مات من قوم هم منك أمنعوا. And the poet says, do not walk on earth except in humility, for how many people that are under the earth who are higher in you in rank. And if you are in honor and prosperity and glory and invincibility, then how many people who have died, who were more prosperous and more invincible and more honorable than you. إخوتي وأخواتي في الله, مما سمعناه آنفا من كلام الله عز وجل وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام أمنا عائشة رضي الله عنها والصالحين من عباده, يدل دلالة واضحة على أن التواضع أمر مطلوب ممدوح مرغب فيه, يجب علينا جميعا الاتصاف به.
وأن التكبر والتبطرس والتفاخر أمور مذمومة محفورة مكروهة يجب الابتعاد عنها. From what we have heard from the speech of Allah سبحانه وتعالى and from the hadith of رسول الله صلى الله عليه وسلم and from what our mother Aisha said and from what the righteous people had said, we can infer that this is a clear indication that humility is something which is desirable and which is honorable and which is which we should embrace and adhere to, and that arrogance and snobbiness and pridefulness is something that is reprehensible and that Allah subhanahu wa ta'ala hates, so we should keep ourselves away from it. فما الذي غرك بنفسك يا ابن آدم أهو علمك الغزير فإن كان لك علم فإن هذا العلم إذا كان علما حقيقيا نافعا توجب أن يزيدك صلاحا وتواضعا وخشية وليس طلاحا وتكبرا واستعلاء. So what has denuded you, O the son of Adam, to be arrogant? Is it your knowledge? If your knowledge is a true knowledge and a beneficial knowledge, it should have increased you in humility and in fear of Allah subhanahu wa ta'ala, not in arrogance. والله سبحانه وتعالى يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. That Allah سبحانه وتعالى is saying that only knowledgeable people from the servants of Allah fear Allah. ولكن هؤلاء العلماء ليسوا علماء الدنيا ولكنهم علماء الدنيا والآخرة. لأن الله سبحانه وتعالى قال عن علماء الدنيا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. But these scholars are not the scholars of dunya only. These are the scholars of dunya and akhirah. For Allah subhanahu wa ta'ala told us about the scholars of dunya that they only know what is apparent from this dunya, but they are unaware of the hereafter. فعلمك أيها المغرور المتكبر كان من المفترض أن يزيدك خشية من الله فتتواضع له ولخلقه وتشفق عليهم لا أن تحتقرهم وتتعالى عليهم. ومن المفترض أنه كلما ازداد الإنسان علما ازداد معرفة بالله وازدادت بذلك مسؤوليته أمام الله عن علمه ما عمل فيه وعن ماله في أنفقه ومن أين اكتسبه. And you know, your knowledge, or you who is arrogant and prideful, was supposed to increase you in fearing Allah subhanahu wa ta'ala, so that you become humble to Allah, humble to His creation, and empathize with the creation of Allah subhanahu wa ta'ala, not to despise them and look down upon them. And it is supposed to increase the person in knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala, and by that his responsibility before Allah subhanahu wa ta'ala would be greater, for he would be asked about his knowledge that Allah subhanahu wa ta'ala has given him and about his wealth that Allah subhanahu wa ta'ala has given him, where he got it from and in which ways he had spent it. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا تسمع ونعوذ بك اللهم من الكبر والتكبر ومن شر المتكبرين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله خير خلق الله وأكرمهم وأتقاهم لله صلى الله عليه وصحبه ومن والاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة
وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. أما بعد فيا عباد الله، إذا كان المال هو سبب التكبر والغرور فليعتبر الإنسان المسلم بما حدث لقارون، وقد أخبرنا عنه ربنا في سورة القصص حيث أعطاه الله من المال ما يعجز جمع من الرجال الأقوياء الأشداء عن حمل مفاتيح خزائنه بل خزائنه. وليعتبر بصاحب جنتي الأعناق المحفوفتين بالنخيل الذي ذكره الله تعالى في سورة الكهف، حيث أنه وقارون تكبرا وتجبرا بمالهما ونسي الله واليوم الآخر، فكانت عاقبتهما الخسف والتدمير والندم. Oh my brothers and sisters, if wealth is the cause of being arrogant and snobby, then let the human being take heed of what had happened to Qarun, about whom Allah subhanahu wa ta'ala informed us in Surah Al-Qasas. For Allah subhanahu wa ta'ala has given him wealth that a group of strong men cannot carry the keys of his treasures, let alone the treasures themselves. And let him also take heed in the owner of the two gardens about whom Allah subhanahu wa ta'ala told us in Surah Al-Kahf, where both of them were arrogant and were prideful of their wealth and of their knowledge, and they forgot Allah subhanahu wa ta'ala and the hereafter. So their fate was for the earth to swallow them, to swallow one of them, and the consequences of the other was regret. فعن عاقبة قارون قال عز وجل فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وعن صاحب الجنتين قال جل وعلا فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. And about the fate of Qarun, Allah subhanahu wa ta'ala said, we have made the earth swallow him and his home, and he had no group to support him, and he was not one of the victors. And about the owner of those two gardens, Allah said, and he turned in the morning to clap his hands up and down on what he has spent on it, and it is empty on its thrones. And he would say, I wish I had not associated partners with Allah subhanahu wa ta'ala. And he had no one to support him, nor he was one of the victorious. وهذا أحبة الله هو المصير المؤسف لهؤلاء المتكبرين، فليعتبر المعتبرون وليتعظ المؤمنون. قال تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. My dear brothers and sisters, this is the fate of those arrogant, prideful people and their likes. So let us heed that lesson and let the believers pay attention to that. For Allah subhanahu wa ta'ala said, that abode of the Akhirah we assign to those that do not desire to be high on earth, nor they want corruption to be there, and the end is for the muttaqeen. وَهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا قَضَيْتِ وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا عَطَيْتِ اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لا تجعل لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا محروما إلا أعطيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح وفلاح إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب محمد النبي الأمي اغفر لنا ذنوبنا وأذهب غيظ قلوبنا
واجرنا من مضلات الفتن ما احييتنا اللهم يا ذا الجلال والاكرام والعزه التي لا ترام حسن اخلاقنا ووسع ارزاقنا واختم بالصالحات اعمالنا واجعل الجنه قرارنا ومآلنا اللهم اجمع شملنا ووحد كلمتنا واصلح ذات بيننا اللهم صل على نبينا وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين والحمد لله رب العالمين ولا عدوان الا على الظالمين والعاقبه للمتقين ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون واقم الصلاه الله اكبر الله اكبر شهد ان لا اله الا الله شهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الفرح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله استووا اعتدلوا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده
وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله